مساء النور ومساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس الجزائري. نقول لكم عيدكم مبارك والعام وأنتم بألف خير، عيدكم سعيد، عيدكم مبارك لنا ولكم ولكل الأمة الإسلامية في المكان ولكل متابعين قناة الياس الجزائري. في بداية الفيديو نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ودعمونا بزر لايك. اللايك ما بيسوي لك شيء بس بيعني لنا الكثير. لذلك في فيديو اليوم كما وعدتكم وكما عودتكم انه كل مناسبه ندير لكم فيديو عن كل اطلالات مشاهير وفنانات وفنانين الجزائر، مش كلهم اكيد لانه الساحه الفنيه الجزائريه فيها بزاف فنانين، ولكن نختار منها البعض. لذلك اليوم اخترت 21 اطلاله لمشاهير الجزائر اللي راح نهضروا عليهم، واش لبسوا واش ما لبسوش، واش اللي ناقصهم واش اللي مليح فيهم. المهم نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو دير الان لايك، وانت ولا انت اللي مازال ما اشتركش اشترك الان في القناة وفعل الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد. المهم نروحوا لاول اطلالة اللي راح تظهر الان معكم، هي اطلالة الفنانة الجزائرية كاميليا وارد. يا كاميليا وارد، يا كاميليا وارد، احنا على بالنا انك جزائرية وجمال الجزائريات ما في منه، في السماء حوريات وفي الأرض جزائريات، ولكن هذا الفستان اللي لابستيه فستان كتير حلو، فستان على الموضة، خاصة هيك اللون الأخضر الفستقي مع شال أسود، وهذاك العقد يعني جاه شباب بزاف، ولكن شوفوا إنه إحنا كجزائريين وأنت كفنانة جزائرية أنا نشوفها إنها ماشي إطلالة تعيد، يعني لو إنك لبست القندورة الجزائرية ولبست قفطان أو حاجة هيك كانت تقليدية أو حاجة كانت عصرية أفضل من هذا الفستان، هذا كأنه فستان سهرة، فستان المهم ما يليقش بالعيد. أكيد إحنا على بالنا إنه أنت جميلة ومزة وما شاء الله عليك وخمسة وخمس عليك صوتا وصورة، ولكن أتمنى أنك تحسني من إطلالاتك في الأعياد والمناسبات. هذه إلى ثاني إطلالة نشوفوا، هذه مش إطلالة فقط، صورة للمصمم الجزائري وسفير التراث الجزائري ريان برينسي، وهو لابس هيك اللباس تقليدي الرجالي الجزائري، وكاتب كل عام وأنتم بألف خير، وهو يعيد متابعينه عبر ستوري في الإنستغرام. نقول له ليه والكاميليا وارد عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير ودمتم أيها الفنانين الجزائريين سفراء للتقاليد والتراث الجزائري. المهم نروح لثالث صورة معنا، وهي للفنانة الجزائرية كنزة مرسلي اللي هي اعتذرت. يعني هذه الصورة اللي راكم تشوفوا فيها هي فقط لقطة شاشة للفيديو الذي نزلته عبر ستوري في الانستغرام اللي قالت فيه اعتذر انها ما قدرتش انها تنزل صورة لمحبيها، قالت لهم راني 4 شهور وهي بالميك اب لذلك تعبت من المكياج وما قدرتش انها تلبس شيك وتعمل ميك اب وتتصور، قالت لهم اسمحوا لي، وطلت عليهم بهذا الفيديو الصغير والقصير، نقول لها عيدك مبارك والعام وانت بألف خير. في الصورة الرابعة راح نشاهدوا معنا الفنان الجزائري صالح أوغروت اللي نزل صورة قديمة ليه على ما أظن، كانت ديجا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو كما راكم تشوفوا فيه مصور مع الحلويات التقليدية الجزائرية. واش نقولوا لك صالح أوغروت، رمضان مازالني في رمضان عيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله يا رب، رحت بالسلامة وترجع لنا بالسلامة ان شاء الله يا رب، وربي يشفيك، ونتمنى من كل واحد يجوز منا يدعي له. اما في الصورة الموالية راح نشوفوا ملكة جمال شمال افريقيا وملكة جمال التراث الافريقي وحيدة قروج مع ابنتها نجوى بن صدوق، وهما لابسين من نفس التصميم للجبة الجزائرية يعني او القندورة الجزائرية باللون الاخضر، عجبتني بزاف، ولما انا نذكر اسم وحيدة قروج نذكره معاه، يعني نقوله هي الامومة، هي المرأة الناجحة، يعني ما شاء الله عليها، نجحت في اعمالها، نجحت في عالم الموضة، نجحت يعني خلت اسمها وخلت بصمة لها، وايضا هي ام ناجحة، فنشوفوا دوما في ستوري عبر حسابها في الانستغرام علاقتها الوتيدة والرائعة مع ابنتها نجوى، ربي يدوم محبتهم ويلم شملهم ديما مع بعض ملمومين ومحبوبين. هذه هي. اما نشوفوا في الصورة الموالية صورة الفنان القبائلي
أبو بكر وهو لابس هذه البدلة باللون الأرجواني، نقول له عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير، وإحنا منتظرين جديدك الفني لسنة صيف 2021. أما في الصورة الموالية فإحنا نشوف ساهو جميلة الجميلات وبنت العرب اللي نقولها عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير، وهي لابسة كالكركو الجزائري باللون الأحمر من تصميم المصمم الجزائري والجزائري والعالمي كريم أكروف. علاش قلت حبيت غلط باش نقول عالمي ونسبقني اسمه كريم، لذلك غلطت. المهم ونشوفوا يعني اطلالتها كتير حلوه لسهيله بالجهه، وبالمناسبه حبيت بزاف تقديمها مع لطفي في هذاك البرنامج تاع العيد على الشروق تي في، نقولها برافو عليك يعني اثبتت تمكنها، و ما على باليش وكيفاش نقولها يعني اثبتت وجودها ونفسها وفرضت نفسها في مجال التقديم على المباشر، يعني روعه. شفناها في الحان والشباب كانت ما شاء الله عليها، وزادت فرضت روحها واثبتت نفسها في اربح مع سهو في هذا رمضان. اما في الصوره المواليه نشوف الفنان الجزائري محمد جفال بهذه الاطلاله الرائعه، نقول له عيدك مبارك كل عام وانت بالف خير. في الصورة الموالية نشوفوا أيقونة الحراك الجزائري والفنان الجزائري رجاء مزيان بالشعر الرمادي، يعني هذاك الشعر ولا توندونس خرج عليها فول أفضل من لوكاتها السابقة اللي كانت درتهم، هذا عجبني بزاف. بالإضافة إلا أنها رغم أنها في ديار الغربة إلا أنها منساتش عادتها وتقاليدها، وها هي لبسة القندورة الجزائرية باللون الأخضر. حبيت كتير الإطلالة خاصة مع باسكت هذاك، يعني لبسة معاه سبرديلة ديال سبور خرجت معاه توب 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 ما شاء الله. في الصورة الأخرى نشاهد اليوتيوبر الجزائري هشام دوناف، نقول له عيدك مبارك والعام وأنت بألف خير، تعيد وتزيد إن شاء الله يا رب. أما في هذه الصورة اللي نشاهدوها الآن هي للفنانة الجزائرية منال حدلي، وهي لابسة القفطان الجزائري باللون الزهري الفاتح. حبيت كثير، أنا نحب كثير بزاف الفنانات والفنانين اللي لبسوا تقليدي في العيد. قولوا لي انت تحب الفنان والفنانات اللي لبسوا تقليدي، علاش انت ما تلبسش تقليدي في العيد؟ والله تمنيت اني لو اني لبست تقليدي، ولكن للاسف ما لبستش تقليدي في هذا العيد، ربما للعيد الكبير ان شاء الله يا رب. مور من الحدلي نروح ونقعدوا ديما في تيفازا ونشوفوا هذا الاطلاله للفنان الجزائري طارق القليعي بهذه العبايه الرجاليه الجزائريه، يعني هو ايضا من الناس اللي يلبس تقليدي بزاف خاصة لما يغني في العراس في المناسبات، يعني فنان ما شاء الله عليه وربي يوفقه، نقول له عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. في الصورة الموالية نشوف الفنانة الجزائرية نوميديا للزول، وهي لابسة هذا القفطان الجزائري باللون الزهري، يعني قفطان تصميمه ما شاء الله وخرج عليه. يعني أنا نشوف بزاف تقريبا العديد من الفنانات الجزائريات هما اللي يشبحوا اللباس اللي راهم لابسينه، يعني مهما يكون هذاك اللباس حلو لما تلبسه فنانة جزائرية يولي حلو. أكيد القفطان الجزائري الأصيل يليق فقط بالمرأة الجزائرية الحرة. أمور نوميديا لزود، نروحوا لوهران الباهية ونشوفوا هذا الإطلالة لليوتيوبر الجزائري قاسم أرقيبة مع الوالد تاعو، نوجه لهم تحية. يعني حتى قاسم لابس هذاك الجبادور الجزائري التقليدي، يعني نحب بزاف حتى انه اليوتيوبر هما يساهدوا بزاف في نقل التقاليد والتراث والألبسة والأكل التقليدي الجزائري، وربي يدوم المحبة تاعهم على الأب ديالو ويخليهم ديما ملمومين ومجموعين. فهاد الصورة نشوفو النمبر وان ياسمين بالقاسم، والله ديما لما نسمع كلمة نمبر وان تفكر ياسمين بالقاسم، نقولها من هذا المنبر عيدك مبارك والعام وأنت بألف خير. عجبتني بزاف إطلالتها بالجبة الجزائرية هيك خاصة بالأزرق الملكي مع الخطوط هذوك السوداء، جاتها روعة، ولكن نصف صورة ما درتش صورة كاملة، يعني لو كانت درت صورة لكل اللباس لكان أحلى وأروع. من مورا ياسمين بالقاسم نشوفوا هذه الصورة لديفاري بيكا، نوجه لها تحية ونقول لها عيد مبارك والعام وأنت بألف خير. هنا ديفاري بيكا تظهر بالعباية الخليجية باللون الأسود، من وراء ريبيكا نشوفوا هذه الصورة لخبيرة التجميل أو
خبيرة الميك اب لطيفة بالشهب، اخت الفنانة الجزائرية سهيلة بالشهب، بها الطلة العصرية بمناسبة عيد الفطر. يا لطيفة، علاش ما لبستيش تقليدي كيما سهيلة؟ ولكن رغم ذلك بنات بالشهب ديما زي القمر وديما ما شاء الله عليهم. قول لك عيدك مبارك والعام انت بألف خير ان شاء الله يا رب. في هذه الصورة نشوفوا كليوباترا اكيد اكيد بنت وهران الباهية هيفاء رحيم، وهي لابسة القفطان الجزائري الاصيل باللون الأزرق الفاتح، ما شاء الله عليها، يعني خرج عليها القفطان حتى القعدة قاعدة ملكية ما شاء الله عليها. ونقول لك برافو برافو عليك على دور مروة في مسلسل ليام، أبدعتي فيه، أبدعتي 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 ما شاء الله عليك، وعيدك مبارك والعام وأنت بألف خير. فهذه الصورة للفنانة الجزائرية وفاء أجيد بالكاراكو الجزائري باللون الأسود، قولوها عيدك سعيد كل عام وأنت بألف خير. أما في هذه الصورة المواليه نشوف الكتكوتة الجزائرية أروى مهراوي بهذاك اللباس الوردي، يعني هي ما شاء الله عليها أبدعت في سلسلة خالي. نقول لك أروى شكرا ليك على هذاك الديديكاس اللي درتيه لي في عيد ميلادي، نحبك بزاف بزاف اختيتو الصغيرة، وكل عام وانت بألف خير، ربي يخليك لوالديك ويخليك الوردة اللي تكبر وتتفتح في الكوميديا الجزائرية، انت ابدعتي وما شاء الله عليك في الكوميديا، برافو برافو عليك وعيدك سعيد كل عام وانت بألف خير. غير لو كتعطيلي بشوية هذاك الشارك اللي راه قدامك بالصحة والهنا عليكم. والآن نشوف الكتكوتة الجزائرية الأمازيغية دانيا إيدير بهذا الإطلالة الرائعة بالجبة الجزائرية باللون الأزرق، يعني ما شاء الله عليها. وبهذا الشيء نكون وصلنا إلى ختام الإطلالات مع كتكوتة الفنانات الجزائريات القبائلية والأمازيغية دانيا إيدير، نقولها عيدك مبارك والعام وأنت بألف خير، وربي يبارك على جمال بلادنا وجمال فنانتنا وفنانينا. قولكم عيدكم سعيد وكل عام وانتم بألف خير. نشكركم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه، متابعه فيديوهاتي. كما درت العام اللي فات حلقه في عيد الصغير ودرت حلقه في عيد الكبير، قلت هذا العام ايضا راح نقعد ديما نولف متابعين اللي يحبوني بمثل هذه الفيديوهات الرائعه. اتمنى يكون عجبكم، تقولوا لي شكون هي اروع اطلاله عجبتكم باش ندير عليها فيديو ونقول هذه هي الاطلاله الرائعه اللي دات رقم واحد في الفيديو اللي درته انا. اشكركم بزاف بزاف. نهايه الفيديو، اذا مازال ما درتش لايك دير لايك الان، اذا مازال ما درتليش كومونتير دير لي كومونتير الان، وإلا درت لي ديسلايك نحيه، خدش على بالك اللايك والديسلايك، ديسلايك معناتها ديس، معناتها 10 لايكات، حتى الدبانة زعفتك سمعت اسم تاع ديسلايك وجات باش تزعف عليكم. المهم غير نضحك معاكم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا باللايك، وإلى اللقاء.